سلامتك يا أخي سلامتك، يبعث لي حمى عليك إن شاء الله. يبني بتكسير إيديه المعتز إلهي. لك ما تلي صوتك بوزية، احمدي ربك أنه نقطت هيك. نقطت هيك؟ شو بدك أكثر من هيك؟ يموتوا يعني؟ لك ما الحق على أخوكي، هو تعني الله يصلحه، ليش مفوت الباب بنص رأسه؟ كان يدق الباب ويوقف على جنب. هلأ صار الحق على أخي يا أبو بدر؟ بعدين باب الزهر ليش كان مفتوح يا فوزية؟ ليش كان مفتوح؟ بدر راح يشب لي كزبرة وانت نايم، وانا نسيت رد الباب ورا. نسيت ترد الباب ورا؟ لك وين كانوا اهلاتك؟ يبعت لك حمى براسك. عم تتهالي يا ابو بدر؟ الله صار الحق علي ما هيك؟ يا معلوم، الحق عليكي ولازم القتلة تكون لك، وهلا بدي اعمل لك اياها. اسمع اخي اسمع، سبعي بده يضربني يا بعدي، اسمعوا يا اهل الحارة. من امتى جوزك صاير رجال؟ انا بعرف. انا رجال بكل عمري. فهمان ولا؟ اسكتوا لا؟ ليش عم تقولوا لأخي ولا أبو بدر؟ أبلا ولا ستي ولا تضربي أنت وياه، ولا ما معتز طلعوا القتلة كان لازم أنا أطلعوا إياها، وهون